اكشن. اعاد نشر المذهب السني في مصر. هو اسمه ايه؟ مجاهد خليكي زرصه. مجاهد صلاح الدين اعاد نشر اعاد نشر الغسيل مره اخرى. اول حاجه صلاح الدين نشر صلاح الدين اعاد نشر المذهب السني اللي بعد كده كمان عرفنا ان القلعه ما كملتش غير على عصر السلطان الكامل ابن العادل. لا استنى مش العادل ابن الكامل الكامل ابن الايوب العادل على عهد السلطان الكامل ابن العادل وفضل مقر الحكم لحد عهد الخديوي.